رأيكم في هذه العبارة التي قررها كاتب إسلامي كبير؟ قال هذا الكاتب: والبدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل. جوابا على هذه العبارة أقول: لا شك أن المسائل الخلافية ينبغي ألا يشتد الخلاف فيها، بحيث أن المختلفين يتخاصمون من أجل الخلاف. لذلك لأن الخلاف أمر طبيعي، أي من السنن الكونية التي فرضها الله عز وجل على الناس فرضا، ولو استطاعوا أن يكونوا كلهم على فكرة واحدة وعلى رأي واحد لاستحال ذلك عليهم، لكن ليس مستحيلا أبدا أنهم حينما يختلفون لا بد من الاختلاف فيه، ألا يحملهم هذا الاختلاف على التباغض وعلى التباعد وعلى الخصام والتعادي. هذا بإمكانه لا يقعوا فيه، وأسوتهم في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كما سمعتم في الحديث السابق خير الناس قرني، فهم خير الناس من بعد الرسول عليه السلام وإخواني من الأنبياء المتقدمين. أقول إن هؤلاء الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، ولكن نلاحظ أن هذا الاختلاف لم يتعدى الخلافات التي يسمونها بالفروع الفقهية، ولم تتعدى إلى الاختلافات الاعتقادية الفكرية، وهذا من فضل الصحابة. هؤلاء لما اختلفوا في بعض المسائل الفقهية لم يعادي بعضهم بعضا. مثلا فيهم من تمسك بقوله الإمام أبو حنيفة فقال خروج الدم ينقض الوضوء، وفيهم من تمسك بقوله الإمام الشافعي فقال مس المرأة ينقض الوضوء، ونحو ذلك من الاختلافات. ولكن هل وصل الأمر لذاك الصحابي الذي يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء باجتهاد منه ألا يصلي وراء أخيه الصحابي الذي يراه توضأ ثم خرج منه دم ولم يعد وضوء كما نفعل نحن اليوم؟ جواب: لا، لم يؤدي بهم الاختلاف إلى هذا الشقاق وهذا التنازع والتنافس. إذا كان لابد من الاختلاف لأن الله فرض ذلك على الناس بسبب أنه جعل لكل منهم طاقة فكرية وعلمية خاصة به تختلف عن طاقات الآخرين، نقول هذا الخلاف أمر طبيعي وفطري لا بد منه، ولكن ينبغي هذا الاختلاف أن لا يكون سبب النزاع والشقاق. ومنه هذا الذي نهى عنه ربنا عز وجل في قوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الذي نهى عنه ربنا عز وجل، لكن لم ينهى أن إنسان اجتهادي وصل إلى رأي قال فيه رأي الآخر، ولم يصدم برأيه نصا كما يفعل المتأخرون اليوم المقلدون. هذه ضابطة لابد منها قبل الدخول في الإجابة عن السؤال مباشرة.